طبعا يعني 5 7 يا جماعه قولوا لنا امتى. ف لا يعني الموضوع كان طبعا فيه اهتمام كبير جدا من جماهير مصر كلها على مستوى النادي الاهلي على مستوى النادي الزمالك زي ما بنقول وقلنا كده في البيت الكبير. كنا نتمنى ان شاء الله ان الفرقتين يلعبوا فول تيم، يعني هتبقى مباراه جيده على المستوى الفني. ما كناش نتمنى اصابه اي حد من نادي الزمالك، لكن اصابه ثلاثه طبعا يعني يمكن الناس بتتكلم او جماهير النادي اللي بتتكلم على ديانج، خاصة ديانج بيقدم مستويات أكتر من رائعة الفترة اللي فاتت. لكن خلينا نقول ودايما والكلام ده قلناه حتى قبل إصابة ديانج، بنتكلم إن شاء الله أي بطل هيكون موجود إن شاء الله يوم الجمعة على أرض الملعب هيبذل قصارى جهد وهيكون إن شاء الله إضافة للنادي الأهلي وإضافة لنفسه. بنتكلم حمدي فتحي طبعا هو يمكن يكون البديل على حسب رؤية الجهاز الفني، عندنا كل الثقة بده، يعني إن شاء الله بإذن الله اللعيبة تكون رجالة يوم الجمعة بيقدموا مباراة جيدة. تاريخ النادي الاهلي كله اتكلمنا، يعني غياب بعض النجوم عن المباريات ده بيخلق نوع من انواع الموتيفيشن التحفيز للعيبه اللي نازله، بيكون عندها تحديات. وانتوا عارفين لعيبه النادي الاهلي حتى لو لعيب صغير في سن بينزل بيموت نفسه في مباراه كبيره زي ديت، ان شاء الله مش عايزين نقلق، احنا زي ما اتعودنا واتكلمنا مع حضراتكم بنتابع الاجراءات المسحه، بنتابع نتمنى الشفاء لكل اللعيبه، كل اللعيبه ان شاء الله تكون يعني جاهزة لهذه المعركة. لكن أولا وأخيرا الأهلي بمن حضر، الأهلي دي مقولة يخص بها جماهير النادي الأهلي ومحبي النادي الأهلي، النادي الأهلي بمن حضر، معناها أن أي فرد أي لاعب يرتدي تيشيرت النادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة أيا كان اسمه إيه بتحتاج خبرات شوية بتحتاج خبرات، ولكن جزء من الخبرات دي بيعوضها روح النادي الأهلي وروح الفانيلا الحمراء وانتماء النادي الأهلي. ويعني خلينا نتكلم، خلينا نكون متفائلين، كلنا نتمنى الشفاء لكل اللاعبين. النهارده في 3 من الزمالك 3 من الأهلي ان شاء الله باذن الله، يعني كمان كهربا المسحه كانت سلبيه وبالتالي هيتواجد في المباراه بشكل جيد جدا، واحنا عارفين يعني كهربا الفترات اللي فاتت كان المسحه ايجابيه، لا النهارده بقى خلاص سلبيه وان شاء الله هيكون متواجد في مباراه القمه. نتمنى زي ما قلنا ودايما هنقول لغايه يوم الجمعه نتمنى هذه المباراه تخرج بالصوره اللائقه لاسم مصر، الصوره اللائقه لاسم الكره المصريه، وكيان كبير زي كيان النادي الاهلي وكيان كبير زي كيان نادي الزمالك، ولكن في الاخر طبعا نتمنى اكيد الفوز بهذه البطوله الغاليه علينا كلنا اكيد يا رب. طبعا اكيد ان شاء الله.